اذا عندي هذا هون محرك سكويرل كيج اندكشن موتور، بس هذا بول تشينجينج، يعني في عندي تو سيتس اوف ستيتر وايندينجز، عندي هاي سبيد ستيتر وايندينجز ولو سبيد ستيتر وايندينجز. اول شيء خلينا نطلع هذول، راح اكتب فوق الارقام اللي موجوده. اوكي، اذا هاي بيرمننت، شو بتتوقعوا الوحده هي فعليا؟ ار بي ام، ريفولوشنز بير مينت، ريفولوشنز بير مينت. عندي سرعتين، هاي ايش بتتوقع، السينكرونس سبيد ولا الاسينكرونس سبيد؟ هاي الاسينكرونس سبيد. شو يعني، شو بصير عندها؟ ايش بصير عند الاسينكرونس سبيد اللي على الريتد سليب؟ ايش المحرك بعطيني؟ الريتد تورك. اذا لو رسمنا دايجرام هلا هون، اخذنا السرعة هاي من هون، هاي السينكرونس سبيد اللي هي شو نتوقع انها تكون بالنظر من هون 1380، نتوقع السينكرونس سبيد ايش تكون؟ 1500 على 50 هرتز، ما مش راح تكون الا 1500. اذا هاي 1500، هلا عندي هون هاي نقطة رميتها بهذا الشكل، هاي بتعطيني تاو ريتد على هذا السليب. قديش السليب اذا 1380؟ السليب اللي عنده بعطيني الريتد تورك، والله سكر الباب يا سلمى. السليب اللي بعطيني عنده الريتد تورك 1500 ناقص 1380 على ايش بقسم؟ 1500. بيطلع معي هذا 120، مش هيك؟ قديش 120 على 150؟ 8%. تاكد بالله منها يا محمد. هذا يعتبر طبعا السليب عالي، لانه كل ما زاد السليب شو بزيد عندي؟ الروتر لوسز. إذا السليب كل ما زاد السليب بتناسب مع روتر لوسز، بس بعطيني هاي ستارتنج تورك. اوكي، لانه الكيرف بيتغير مع الهاي. طيب 8% مزبوط. طيب تاكد لي الان، هلا هاي 280 شو بتتوقعوا تكون؟ كيف الان بقدر اجيب انا سينكرونس سبيد ثانيه؟ الفريكونسي نفسها تبعت السبلاي بولز، تمام. اذا هذا عندي كم بول عندي هون تبع ال 1380؟ اربعة بولز بير فيز. خلينا دائما نحكيها بشكل صحيح، بولز بير فيز. يعني الاي فيز له اربعة بولز، والبي فيز له اربعة بولز، والسي فيز له اربعة بولز. طبعا هم they come as pairs of poles، فهم الاربعة لازم يكون رقم زوجي لانه هم two pairs of poles. اوكي، اذا هذا بتناسب مع بي بتساوي 4 بولز بير فيز. طب شو هذا راح يكون؟ قديش السينكرونس سبيد تتوقعوا هون تكون؟ 1500. ايش بدي اقسمها حتى تعطيني رقم قريب من هذا؟ 1500 على 2 750، 750 على 2 375. اذا السينكرونس سبيد عندي بهاي الحالة 370 75 ار بي ام، وبهاي الحالة 1500 ار بي ام. قديش نسبة عدد البولز اذا؟ هاي لهاي، هاي شو بتمثل؟ ربع هذيك القيمة. اذا هاي كانت 4 بولز بير فيز، هاي راح تكون 16 بول بير فيز. طيب اذا خلينا نحطها، اذا هون عندي بي هاي سبيد وايندينج بتساوي 4 بولز بير فيز، وعدد البولز لو سبيد وايندينجز تساوي 16 بولز